لا ما بي مشاكل دع نساير هنا احنا شقيله نستنى دورنا قانون ناخذ. بصراحة بيوتنا تدمرت غادي، والبنية التحتية غادي خالص، على ما فيها شيء، لا مي لا كهرباء لا حياة، شعب ما فيها. ومن ناحية الوظائف غادي ما بي، بالعكس هون يعني احنا بالمناطق الديمقراطية فيها أمان، فيها من ناحية كل شيء، يعني موفر هسه احنا بالمخيم الحمد لله، وفيها وظائف يعني الواحد يقدر يعني هون مأمن، أسعار ماشي حالها. من ناحية المي يعني الحمد لله الخبز موفر، يعني فرص عمل موجودة، وغادي يعني ما بي أمان، يعني لا تواخن اللي قام ياخذون الشباب يعتقلون يعني الجيش الموجود غادي الحمد لله، يعني هون بي مدارس الواحد يتعلم منها، ويعني بدنا انه يعني مستمر شوي انه بس لاحيت انه مثلا ينطونا اعدادي مثلا جامعات هون، يعني بس من هاي الناحيه مشان التدريس. الحمد لله الامان بيد الله، والحمد لله يعني القوات السوريه الديمقراطيه منطقتنا الامان الحمد لله هون. منشي منطقه البو كمان، يعني احنا نجحنا تغطيه من شيء 8 اشهر بعد ما دخلت الميليشيات اللي تابعه للنظام، يعني شلون صار حرب طبعا الجزيره لحد ما تحررت بدواعش وكذا، والنظام والميليشيات هي مسيطره على يعني شنو الوضع غادي كارثي، يعني بين ما قطعنا على الجزيره استلمونا الدواعش، كل ما رد نعبر يطلع اللي قتلهم العوال قتلوهم، الى ما دبرنا حالنا تقريبا كل عيله دفعت 1,200,000 حتى توصلنا للديمقراطي، كثر الله خير الديمقراطي امن لنا الطريق الى ما وصلونا منطقه الججرات هون. واحنا يعني بالنسبه لنا الحمد لله مرتاحين ويا الديمقراطي، ونريد نظل ويا الديمقراطي، يعني بالنسبه للنظام ما له امان يعني غدار. الديمقراطي امن لنا يعني كثير من الحاجات والامان، يعني ما في قتل ما في، انا هسه تروحين غادي ميليشيات انت هسه ليه قطع راسك؟ يعني شفت كل احترام يعني شلون يعني واحد هسه يحضنش ويقدم لك المساعده ويجيبش على طريق امن وامن لك مخيمات واكل وشرب وغيره، يعني شو دي احسن من هيك؟ بينما انت تروحين مباشره على المنطقه فورا تعتقلين، تعتقلين وتتصفين يعني، والله اللي رجع غادي يعني وهسه باتصالات يعني متندم، يريد يرجع ما عاد يقدر يريد يطلع يعني. اللي راحهم يريد يطلعون اللي جاي وتورطن بروحه يعني، ليش هسه العالم قاعده حتى يعني نشوف الله يفرج علينا. اللي هسه اللي صار غادي يعني متورط بروحه، ما في خدمات ما في كل شيء، البنيه التحتيه مدمره، كل شيء ما في. يعني شلون العالم يعني الليرات تندم يعني تندم بروحه، هسه اقول لك بس ادور شيء ارجع ليش ليش على الديمقراطي واحد، لانه انا تعايش ويا الديمقراطي الحمد لله يعني امن كل الرياح للعالم، او شو شوفت هاي الشيء على ارض الواقع يعني ما بيشرد ما يقول اعلان وكذا. كثر الله خيركم، واحنا نشكر القياده الديمقراطيه شايف شنو يعني امنت لنا يعني واحد وقت يامن لش الامان وكذا، يعني حتى يعني النظام شوف على المستوى قد احكي غير حتى المخيمات ضربها يعني، ولو عنده استعداد وقادر انه يضرب المخيمات هاي بس ما عنده استعداد، يعرف هو شكون راح يكون الرد. احنا من المراعيه اقرب منطقه للمطار، بيوتنا مدمره، هين امن ما بي طيران ما بي قصف ما بي كل شيء هنا، يعني صحيح العيشه ماشي حالها بس اشوى من غادي، احنا جبنا صغارنا من الضرب، هنا معيشه اشوى من غادي. يعني انت هسه لما تقولي لي روحي على المناطق الديمقراطيه غادي، في مناطق يعني تابعه لهم غادي بالدير، احنا ما لنا بيه هالشيء، احنا قفا المي وهذول بعد المي من هنا، ما يخل الايجار غالي والمعيشه غاليه وشغل ما فيش نسوي غادي نقعد، حياه يعني لها متراب، احنا هنا اشوى. فيها امان وبيها شغل وبيها معيشه يعني مساعدات نعيش منها، يعني لما نروح نقعد غادي شو نسوي؟ اول ما ياخذون ياخذون الشباب. بشكل عام بشكل عام يعني انا ما سالف على بشكل عام دائما ياخذون الشباب. وش نسوي احنا لما يروحون الشباب والزلم نقعد غادي شو نسوي؟ تحرر لنا الدير كامل. حررنا مناطقنا لا نرجع، مو تقولي لنا ارجعوا وحرروا مناطق في عالم رجعت على مناطقها اللي تحررت، تحرر لنا مناطقنا نرجع من الصبح ما نضل قاعدين هنا. نقول لهم يعطيهم العافيه لسوريا الديمقراطي.